بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن اتبع طريقته واستنى بسنته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى إنما هذين إنا نشكره أولا وأخيرا. إن شاء الله تعالى دقيقة صوت صعبة وحن كهل لدونا إسلال رحلة دي مبالغة جرى قيامها إيو سفر كآخر الله صعده إيو سفر كوحيالها لقل كل مدونه وحاكم إذا حسابته وقف قبل آدم كان لحسابته مدونه حسابته عسيسي ذي تهي يا قوتشو كهانية أرنتها صير إن شاء الله تعالى وحكا تابر إنا محاضرة ذا شمعه إيبان وقلي إن شاء الله تعالى إنتي لقيستينا وحسوسينه بأن نقول إنسان وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين إنتي عصبنا ويكون عصبتها. أحداث تمانة قيامه عدين سيدك دقة ترتيب تأيوك له الرئيار إنو شاقنو وحويا وحوقه الرئي بعثي قدت كاللقص وصار هي قبورته ذا أو إيقو قاون وكبلاء أي وكم موقتين توذا مسلمين تاه يعني آثارتي ويسيدو يكم موقتوها هي كصبح هي قبورته ذي أنبياء ذا أي إسي صوبان دقية شفاعة ذي بقاضيان نبي محمد عليه الصلاة والسلام شفاعة ويل لهان أيها الكبرى صحفتي أيها الصوبة الدقية ضد كيف صحفته ذي اللو ديبيا إنك عنت مذيك باللو ديبيا صحفته ذا قيمنك عنت بذح أيها اللو ديبيا تاوحا كحيقة موازينتي ميزان كيف على الدقية أعماش كيف ميزان كيف لقو ميسامية أمض والبلا وحي راعيسا ويدبق ليسا وحي عابو ذيسي تاوحا كحيقة حوض كي نبيك عليه الصلاة والسلام يقفك عبادي بدن بيان وهرادين أيها كحيقة حاوذك وحاكو حيقة السراط كيف على صور ديقيا وشهنمي هوستي سايتهاي ومقاسية ذي يكلاليب تهدي أردتهاي إن عدي عمل كوذو أنو عاونا إن كالطلابان دافان ويسيد دك دقاو دافان قبصان يسو كان ذي نارتي لقلي يبا كحيقة وقدم بيسنا تدكي كان ذا اللوغو تلقلي نارتي مركوري لقلي يي أي لغسو صاري نارتي وكان ذي لقلينا يا حسابته هذا إنه صار نقلنا ولا ريال حسابته محوية معنى هذا حسابته ما أنت قيامه ومحكمة دي عدالة دي إلهي جاهد ومحكمة دي إلهي سبحانه وتعالى ودقيي إلهي سبحانه وتعالى ومسؤولك كها وأنا محكمة عدالتك صفيصا مركا حسابته وحلقت عليه فيها من لقو قيحة ومحكمة دي عدالة دي إلهي جاه ربي إلهي سبحانه وتعالى سيدي نوغنا هاي محكمة مركا لا يلاحظه dadku markay waxa ku soo dhacaya qaadi ama haakin xukumaya waxa ku soo dhacaya marxaati ee wax laga weydiinayo dacwada waxa dadka ku soo dhacaya qofkii eedaysanaha ahaa ama mutahamka ahaa ama maxkamada loo yaani loo diyaariyay waxa dadka ku soo dhacaya dhulka ama goobta ay maxkamadu ka dhacayso tahay hadaynu ku bilowno haakimka ama qaadiga walaalayaal maxkamada ama xisaabta mas'uulka ka noqonaya وإلهي سبحانه وتعالى إلهي قلنا أبوري كتاب كيسا كشيغي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وحبنا هذا كو قرن أيوه يوحى مغضى انتبه إلهي سبحانه وتعالى وأوقيها محكمة داسي قادقو عدي مهدي ذي كريسو قادقو برشر عدي مصاري كريسو قادقو عليس إيو وحبين السنة هاي إيو حولها قاضو أما لالوش متقاضرين ياماها
si loo bedelo oo xukunkii la ridi lahaa xukun kale laga dhigo. Marka xaakimka ama qaadiga maxkamadaasi waa rabbulcizati waljalaal, ilaahaygii jalla wacalaa cirka iyo dhulkaba abuuray subxaanahu wabixamdih. Talabaad waa markhaatiyaashii. Markhaatiyaashii walaalayaal, dhowr markhaatiyaala ayaa maalinta xisaabta ee la xisaabtamayo, intaasoo markhaati baa imanaya oo midba wax laga weydiinaya. Markhaatiga ugu horeeya waa ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahaygii noo caddeeyey in saddexdii faqaya uu ilaahay afar ku yahay, afartii uu shan ku yahay, shantii uu lix ku yahay subxaanahu wabixamdih. Ilaahay shahaadadiisii aanay waxba ka qarsoonayn ayaa marka ugu horreysa kow ah. Ta labaad, markhaatiyaal waxaa loo yeedhayaa rusushii baa markhaatiyaala, oo nebigii nebiyadii la weydiinayaa sida xadiidka ku soo arooray nebi Nuux calayhi salaam, oo la leeyahay isagii qoomkiisi baa la leeyahay dadkii risaaladii ma gaadhsiisay ama ma gaadhsiiyey nebi Nuux, dadkii loo soo diray dacwaddii ma gaadhsiiyey ama ma gaadhsiisay? Nacam buu odhanayaa. Dadkii baa loo yeedhayaa qoomkiisii, qowm Nuux ayaa la leeyahay, ninkaa Nuux ama nebi Nuux dacwad ma idin la yimid? Waxa ay ku jawaabayaan maa ataana min axad, cid allaalii cid dacwad noo sheegtay iyo cid allaalii cid wax na tiri haba yaraatee ma jirto. Fayuqaalu linuux, Nuux baa lagu odhanayaa, ayaa markhaati ku ah. Fayashhadu, markaa wuxuu leeyahay nebi maxamed iyo qowmkiisii, dabeetana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qowmkiisii waa markhaati u noqonaya. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. استغى النبي محمد عليه الصلاة والسلام مرخاتي ونقنية مرخاتي أشو إلهي سبحانه وتعالى كوكا الله وحي نوني نوار رسوشة كسقف قلضة صدحات مرخاتي ما نتا لو يدينا يا مركا حساب تددك لنا حساب تميو وملائكتي ويا ولا ريال ملائكتي لما مرك بها شرار نعم بذك يبذح إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد بإلهي سبحانه وتعالى يعني وحولوا بني آذك تلفظه أما وكل واقه yacni markhaati bay ka yihiin oo way qorayaan. Markaa malaa'igtii baa iyaguna doorkooda imanaya oo wax laga weydiinayaa dacwadda xisaabta qofka. Qolada afaraad ee wax laga weydiinaya dacwadda walaalayaal waxa weeyaan qofka bani aadamka ah, jirkiisa weeyaan, waa jildigiisa iyo jirkiisa ayaa ilaahay subxaana watacaala maalinta qiyaamaha uu ka hadashiinayaa. Dabeetana iyaguna way ku dhawaaqayaan, cagtii baa ku dhawaaqaysa halkay u dhaqaaqday, gacantii baa ku dhawaaqaysa dembigii gashay, indhihii baa ku dhawaaqaya waxay dembigii ay galeen, dhegihii baa ku dhawaaqaya waxay dhegaysteen. yacni waxa weeyaan xubin waliba waxay ku hadlaysaa, way hadlaysaa maalinta oo waxay sheegaysaa dembiga qofkaasi galay ee khuseynayay xubinta iyadaa ayaa ay ku dhawaaqayaan ama ay sheegayaan. Waxaa ku xiga oo shan ku ah dhulka adduunyadan aynu ku noolahay ayaa iyaduna markhaatiga soo galayso, oo wax allaale wixii dusheeda laga sameeyey ee dembiye la galay ee xisaabta buuggeeda ku jira way ku dhawaaqaysaa dhulkuna, iyaguna way ku dhawaaqaysaa dhulkuna, way ku dhawaaqaysaa. ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa wuxuu ku sheegay yowma idin tuxadithu akhbaaraha, wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam atadruuna maa akhbaaraha, warkaa ay warrami doonto ay dhulku warramayo ma garanaysaan waxay tahay akhbaartaasi? qaaluu, waxay yidhahdeen ilaahi iyo rasuulkiisa ayaa og. qaala, wuxuu yidhi dhulku wuxuu ku dhawaaqayaa wax allaaliya wixii bani aadamku dusheeda ama dhabarkeeda uu sameeyey ayay ku dhawaaqaysaa, ay odhanaysaa maalin heblaayo waxaasuu ku dhawaaqay, maalin heblaayo tallaabadaasuu qaaday, maalin heblaayo dembigaasuu galay. Talixaad ee ku xigta waxa weeye waa recording oo kale, waa sajilaad iyo duubin, la duubis la duubayo qofka bini-aadamka camalkiisii oo dhan. Dabeetana camalkii oo sidii filin oo kale ah ayaa qof walba loo daarayaa ama loo shidayaa, halkaasuu qof walba ka arkayaa walciyaadu billaah dembigii uu galay, fadeexaddii uu maqsinka ku sameynayey, uu guriga ku sameynayey, uu dadka iska qarinayey ayaa waxa weeyaan noqonaysa mid bablika oo dadko dhami walciyaadu billah. ilaahay fadeexadda inaga badbaadiye, halkaas bay fadeexadii ka dhacaysaa. Marka xaakimkii waa ilaahay subxaanahu watacaala, markhaatiyaashii waa lix, waa ilaahay, waa rusushii, waa malaa'igtii, waa jirka bani aadamka, waa dhulkii lagu noolaa iyo record duubaya wax allaali waxa bani aadamku uu ku dhaqaaqo. Ka saddexaad, eedaysanihii maxkamaddan loo dhigay, ille maxkamadda qof baa loo dhigay waa kuma walaalayaal? waxa weeye waa bini aadamka, bini aadamka ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray uu gacantiisa ku abuuray, bini aadamka ilaahay subxaanahu watacaala uu karaameeyey, uu malaa'igtii ku amray inay u sujuuddo, oo abuur badan uu abuuray ilaahay jalla wacala uu ka sarreysiiyey, uu ka karaameeyey, ilaahaygii subxaanahu watacaala kownkan oo dhan u sakhiray, ilaahaygii subxaanahu watacaala rususha u soo diray,
إلهي سبحانه وتعالى رسوشة وصدر كتبت له وصدر شيء في ترد ولا أكسرنا كنا ليسيء أي نكاويان أما قفك الدمر كهوي الذي ويان قفك متهم كأ أما قفك إذا سنها محكمة الله دقي أنت أفراد محكمة حقيقة عيسى معركة عيسى من دول كي كدا عيسى حقيقة عيسى محكمة داسي وحي كدا عيسى دول إلهي سبحانه وتعالى وقلت تلقى لي ما أنت قيامها وبنوين ودول بلارن وشيخ النبي عليه الصلاة والسلام ويلي صلوات الإلهي سبحانه وتعالى وتكتاب فيه سوحكو شيخي يوم تبدل الأرض غير الأرض ما أنت لوك اللي بدلي وايو ودولك ودولك أهين ونقن دونه بمعنى حكم كقيامه حسابته أي كدا عيسى أما قوبت حسابته أي كدا عيسى وحي نقن دونتها قوب أن دولك لين كنا ولين هبايا راتي أنا هين نبي قلنا عليه الصلاة والسلام إساقو تاسي شرحية وحوي البالنت قيامها تدقو حيستقو يمنيان دول عد ووينو قيدي وحبتونا الله هين ون ديق لغو قبن دمبنا لغو قلن لولان ديقنا لغو قبن دمبنا لغو قلن أيا أرنتا سيكا دعيسا وإن دولك لدوية لين كنا الله هاي ووقتهين وميل دمبي كدا عاي وميل دكو يسكو ديليان ودل كيم وقت كان دمبي وحن نقضي وحادي هذا فضض يعني لا بقف ميل وضفر يا ما خايد وضفر يا ما يسفهم وياي أما قبيارة سكو قبصنا يا ما وحكر بلا معنا سكو قبصنا يا مدة بس كل ده صور عيوك كله كل فنية نسأل الله السلامة والعافية دل كي والله يا روح من نقضي وحيالها وقف فضض بل هذا كيم كاي كل رقاقان أما أي معركة أي سمية وأنا أقنع النبي عليه الصلاة والسلام آية هي حديث تيين إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس هي سنة مصطفى صلى الله عليه وسلم إيه وكذا هذلي كرامة ذقفك من هذا كأ يعني دي جيس وولي هاي أو نبغى عدي وش هاي إن إلهي سبحانه وتعالى الدوية ذا تنجب جيد وإن يزوشه أو يدماطي بعضه أيها كفضد قف بني آدم وكلية قف مسلم وكلية إن دي جيس اللقبه وح كفضد إلهي سبحانه وتعالى أكتيسة إن الدوية ذا أعذركتين أردن جب جيد ذا بالوايو أي بعضه الكاس تاسي وحي عضينا إسا يعني كرامة ديق مسلمكو إلهي سبحانه وتعالى قيمة هاي أكتي ساي كل هذا وحا عذر كيساني أبارينا قد عاي أدينا بين سو شيغين أسبابه وقوة وين أبارتو عينا قد عضي أي سند إيا الله بي صد حمك سونق ونقونا إسو أدينا بين سو شيغين كو ديلك اللي استيلا يبا كوكا مركي تدك استيلان ديق أسي قبمو محاينو فيلينا من روب يبر واقعينو فيلينا والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية مكان محكمة دوار دولك عصب أن هو أُجِرٍ إلهي سبحانه وتعالى ما أنت قبهان وديارين أيوه حسابته إيه ريدي ما قفك لقى حساب ما حقفك لقى حساب تما يقوه وين وحيله وين قفك لقى حساب تما يا وعمر جيسي وحوله جيسي وشركيسي وعلم جيسي نبي حول صلوات الله وسلامه عليه حديث معاذ بن جبل طبراني في الأوسط غير كيف يسوي ريال يا بزاريو وحول نبي صلوات الله وسلامه عليه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وحوير النبي يعني قف بني آذني ما الطلاب أيه قف بني آذني يعني اسم الرقاشين يا ما أنت قيامها إلى أي أنت أفر الرماد أو أفر تبلو إلا أنت أفر السؤالات وكجواب أيه أفر تسؤال محيهم كو عن عمره فيما أفناه وفقوا على ويدينا يا عمر جيسي سدور لما يستي محوك لما يستي محوك بسني الكوك محوك كسبني حقو تجي سدور نورا عمري قاعد أقول دم ضاع توتلهان لقى وري سنة يا سواش الله بعد عمري قاعد قيمة وقوقي ما هبضن إيه أنا اللي يرمك هذا اللي يرضى تهاي إيه الشباب كتهاي الحوق كتهاي إيه درين كوكوس كوس الرئيو قيمة الله بعدنا والجويدين يا مساكين باتكوح النيد مخير باتكوح النيد من نيد كلاب بتجيسي ما وقت يقعد لمن يسي مسا وقت يقعد كفى هذه سنة سو يعني صالحين تهاي للسعود تصدي حاد حولها قال الجويدين يا حقات كه شيء سيدي هذا كسبتي حقيقة سوق شيء سيداد واستعمار شيء علمي قال لك ويديني إياه ما حد قصة ما يصير بيتكو عمل في شيء علمي ما برتاي ما قاعد برتاي ما طبق ضي أفرت سؤالات أيها يقول ما أنت لك ويديني إياه وحال لقاور يسنا يا فرائضة صلاة يصون كيس كذا لقاور يسنا يا ديجا إياه قتل جا يدل كا لقاور يسنا يا ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام ما أنت قيامة وحوجه ريقف كلا قل حساب تما يا أما يعني قضاء قال لا محكمة ده لقى وضح الله يا في الدماء دي قال لقى وضح الله يا أرنت الصدق هذا اللي يسوي دين يا وأمانة ده هي مسؤولية ده أيها اللي يسوي دين يا أمانة ده هي مسؤولية ده إلهي سبحانه وتعالى وحولي وقفوهم إنهم مسؤولون استاجية وحولوا يدين يا تتكلم كتشوين كوع عرر يا مناصب تأدوية ده ودبا ودقال لما يا
ee xiqsan yani waxa weeyaan waxaanay ogeyn waxa ka dambeeya saxaabada radhiyallahu ta'ala alayhim nabiga uu magacaabi jiray tabeetana rag kamid ah markuu beer u dhiibi diido inuu meel u dhiibi waayo nabiga kaleey saatu saawi weydiisan jiray nabiga oo ilxaax bay ku sameen jireen sida abu dharr radhiyallahu ta'ala anhu abu dharrin aad u jilicsan oo uu qalbi jilicsan buu ahaa siduu nabigu arkayay yani kumu fiicnayn imaarad iyo meel loo dhiibo nabigu uu weydiin jiray calayhi salaatu wasalaam dabeetana maalin maalmaha kamid buu nabigu ku yidhi yaa abaa dharr innaha amaana abaa dharrow yani magacaabistanaad leedahay meeli magacow waa ammaano maalinta khiyaamana maalinta qiyaamahana yani khizyun waladaama hoogiyo baabaa u sugnaaday qofka deedaya ilaa qofkii xaqeeda la yimaada mooyaane markaa iska ilaali baa la leeyahay waynaka riwaayadkan waxay sheegayaan adiguna waxaa tahay qof yani ducfi leh oon arrintaa ka soo bixi karayn ama hawshaa aan geli karayn xadiidkii kale xaakimi mustadrakiisa ku wariyey xadiid cabdiraxmaan ibnu samara radi allahu tacaala canhu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yaa cabdiraxmaan laa tas'al ilimaara cabdiraxmaanow xil hay weydiinin xil hay weydiinin iska ilaali innaguna xil kasta aynagu hordaynay nagu carayno loogu dagaalamayo laysugu laynayo oo kaambanada loogu jiro habeen iyo maalin ee dhaqaalaha loogu bixinayo ee waad la socotaan dhammaantiinba arrinta afaraad ee laisweydiinaya kadalika alkalima kelmaddaa qofka la weydiinaya uu qofku ku dhawaaqayo uu isleeyahay waxba maad odhan ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa inay kelmaddaasi qofka bani aadanka ah 70 sannadood jahanamo halka ugu hooseysa ay geliso ama bar iyo galbeed mashriq iyo maqrib inta udhexaysa inay ka tuurto ayaa dhici karaysa kelmaddaasi maxkamadaasi walaalayaal weli maxkamaddii xisaabti baynu ku jirnaa waxyaalahay caanka ku tahay waxa weeyaan maxkamad cadaalad mooyaane musuq maasuq aan lahayn oo cadaalad mooyaane wax kale aanu ka dhex shaqaynayn faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara buu ayuu ilahay yihi subxaana wa tacaala yacni waxa weeyaan waxaa daradu waa waxa ugu yareesha bani aadamku aanay arki karayn waxaasoo camalo khayran xisaabtiisa wadalaysa waxaasoo camalo oo xunoo ama dembiyana sidaas leeg waa lagala xisaabtamaya xisaabtiisa ayaa lagu marinaya marka waxa weyaan qof walba xisaabtiisa dhabarkiisa laga sunaya kulla insaanin alzamnaahu taayirahu fii cunuqih wanukruju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuura kitaab baa la soo bandhigay maalinta qiyaamaha oo la soo bandhigay iqraa kitaabaka kafaa binafsika adaa yacni su'aa xukunka baadaa isku ridaya maxaa yeelay wixii oo dhan waa qoran yahay wixii oo dhan hortaadu yaalla arrinta labaad ee maxkamadani caan ku tahay walaalayaal waxa weeyaan maxkamaddu maxkamad laysku dulmo oo saynu sheegnay waa cadaalad oo dulmi maleh wamaa rabuka bidallaami lilcabiid ina allaha laa yadlimu mithqaala dara daradu waa wax ugu yar ilaahay subxana wa tacala wax ugu yar yacni dulmi ma geliyo walaa yadlimu rabuka axada buu ilahay yidhi rabbigaana cidna ma dulmo wama allahu yuriidu dulma lilcibaad ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa dulmi lama raadsanayo ama lama doonayo arrinta saddexaad ay maxkamadani caan ku tahayna waxa weeyaan walaalayaal laa taziru waaziratu wizra ukhraa qof kale dembigiisa qof kale looma raacayo qof waliba tii uu shaqaystay ayuunbaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kala xisaabtamayaa oo qof kale dembigii haba yaraatee ilahay weydiin maayo qofii qof xasanad siin maayo qofii qof sayi-aad ka qaadi maayo qofku qofku adduunka ugu jeclaa waa waalidkii maalinta qiyaamaha hal xasanad hal salaad ama hal tasbiix ama hal yacni sadaqo maalinta qiyaamaha qofii qof waxbama siinayo waayo qof waliba uu naxsayay qof waliba wuxuu leeyahay nafsii nafsii qof walba isagaa ordaya nebiyadiina maxay leeyihin nafsii nafsii allahuma sallim allahuma sallim ilahayuna badbaadi ila badbaadaa lagu jiraa waalidkaagaad adduunka ugu jeceshahay aad habeeni maa in xawaaladaha lacagta ugu darayso ee intaa kusoo leekaysiiyey iyaguna kugu tabcay oo dad ugu jeceshahay waxa weeyaan hal xasanaa ka heli maysid waladkaagood adduunka ugu jeceshahay hal xasana u quudhi maysid oo siin maysid taas waxaa laga faa'iidaysanayaa in waalidna waxba kuu tarayn waladna waxba kuu tarayn taad shaqaysato ayunba wax kuu taraysa marka inuu qofka bini adamka cibaadaadkiisa badsado oo akaamkiisa aakhira ku shubto hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday sadaqiya zaka tahay inaad bixisid ilahi subxana wa tacaala dartii ood aakhiro wax dhigato waayo haddaad bixin weydo isagiina waxba ku tari maayo aakhiro adduunyadiina dee wuxuu kugu la cuntid mooyaane wax kale ka heli maysid aakhirana waxa weeyaan tii aad shaqaysatay ayunba wax kuu ah sadaqa inaanu kaa bixinin baa dhici karta oo meeshaadoo maran aan isagiina aan wuxuu kuu kordhinaya haba yaraatee aanay jirin arrinta ku xigta ama afaraad ay maxkamaddani caan ku tahay oo maxkamadda xisaabtu ay ka dhacaysa waxa weeyaan marmarsiiyo ilaahay subxaana wa tacaala agtii ma jiro
الباب كما مرسيها أيال الحري ولا ريال إلى سبحانه وتعالى قفل بعمر بوسيي أجل ينرل النوران يبوسيي مركها وحويان الكاسام المرسيها الباب كذي اللي وحري محايا لمر بعد عمر اللي بوسيي وعافمات اللي بوسيي وقت معينة وحواجب كوكو أين أض وقتها هي عمرها أتكفى إذي ستو أون ذي الله سبحانه وتعالى أكتيسة أنا أراني وقت ما هين إيو يقومون في اللين إيو عبادة بإسماء الله هين ديك دقاسة ودعيسة إيو وإن هذا العين كاسة التي مادين ماها وحويا العمل عين وقتها إلهي جل وعلا أكسيي إلى وقتها كفى إذي ستو أتك كفى إذي ستو حسك إلهي إيو عبادة إيسا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك حديث كانت بين وسوع العلناء ولأهميته مهم كوي هاي درتي حديث كما الحاكم مستدرك كسوري وصححه وتصحيحي إمام الذهبين ووافقي نبي قبل صلوات الله وسلامه عليه أعمار أمتي بين 60 و70 داد ومضي ذو لحذن يتضباطا أي أود عيسى انت بضلت كنت أسين والعظان لحذن شان يكونتن كنتن لحذن تضباطا وسيدو نبي قبل شيئي إيا رباة داء ذا كرو دافتا والنمبر ير إيا وقت ير أي كرو دافتا. حديث كلام البخاري سوري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نبي قبل عليه الصلاة والسلام أعذر الله امرئا أمهله حتى بلغ 60 إلهي سبحانه وتعالى عذري إيما المرسيه الباب كي سووا كحري قفوا عمري كي سديريي إلى أي أنتوا لحذن شرقاني قف لحذن نوال عضي تيوحوا يعني أنه أفرتنا كنتن صنادات وعبادة كتيرا ما شاني أفرتنا صنادات وعبادة كتيرا هذه هردين تيدا الحسابية إمسا صنادات بها هردين كنا مانايا إمسا صنادات بها شقائية الدوية الضبع الركيدة كنا مانايا إمسا عبادة سنوات كالحذن كاس صنادات واحد عيكا ليس صند من لح بلود من صدح بلود أي قفك بلادة كعبادة هانو صهر ريسا أنت كلا أردمي وحي كل ما يساء كل ما نيساء الدوية هي مشغول كذا أرنت أشناد وحويا إقامة الشهود مرخاتي أشو اللي أوغي بارنت قيامها أو أي نفشيقنا أنت مرخاتي قف قبل هذا كلا ويدين أيو مرخاتي أشاسي وحي عضينا أيان عدالة محكمة داسي أي تهي بما إن إلهي سبحانه وتعالى والشهود كاني نبي عليه الصلاة والسلام شهادة دي ودا بيسي وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة إلهي مكو النبي عليه الصلاة والسلام كسورة الله أخريه سيدي عبد الله بن مسعود وكله أخريه غير كيبة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد والكور المكان ومضو بالشهيد مرخاتي وكأنه وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة هذا بترك كوا صورة ناديك على مرخاتي وذا نكو يدينه وحويان ويشري نبي صلوات الله وسلامه عليه. حديث كي صحيحها صحيح مسلم قصنا من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحي لي نبي قال نقول لك هنا أيو قصلي طبعا ترى ما كان سوي نبي هل تدرون مما أضحم يا أختي وحن كقصلي وحي لدي الله يا رسول كي ساوك وحن الله يا بيبوي لي أدونك يا ربي قي سيدي وضح الله يان أي الله يا بيبوي لي وحي لي ربي قيو ما ندي قبد بادن الظلمي وان كابد بادي يا بيبوي لي مركا وحي لي أدوات الظلمي إلهي وقبد بادي سي إذا النفط إذا هاي المرخاتي قد اكتمه وقلي طبعا ترى مكاسة على ورنا يا نفط هذا مو يعني عيد كلام مرخاتي كان نقول إنسان ما شرته كذب فيختم على فيه أفكار لقى حريا كذب مركا لقى حرو ويقول لأركانه انطقي بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت ناضل يعني وحويا وحو مركو إلى هذا كويق هاي مرخاتي هاي نقضان أي أفكار لقى حريا لا مسينيا طبعا ترى ماشي سبا لورنا يا هذا أعماشي سيبا كل واقع شركي سيبا سين هلا وصل شيء نبي على واقعية طبعا تنوح لي وحاسو سمي وحاسو سمي يجي ودي بها باري أو لي هاي هو جيب بابا يدين سوقنا ضي يدين كان يدين تقال لما يه ما نجا من خاطي هذا نيجو فرتين أو كلا ساس سو كلا يورنا يا قاعدة الشنات محكمة دراسة اللي هذا هاي إلهي فلقي وحويان مضاعفة الحسنات إلى سبحانه وتعالى حسناتك وبضيه وربي سبحانه وتعالى وكرديه أو تمنان شير لما الله أبوه أيها كمي ذا إلهي وحوي لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قفك حسنة اللي مادة تمن الله بإلهي سبحانه وتعالى وقرد قيا وحديث قدس قبنا شيئي قفك حسنة اللي مادة تمن الله بالله وقرد قيا قفك سيئة اللي مادنا هل أيها إلهي سبحانه وتعالى وقرد قيا أما إلهي سبحانه وتعالى دنبقي سبا ودافيا أعماشها مركامي أنتوا ذا بدن ولا لا بالله بيا ولا بدن يا أعماشها بنا إلهي مو يعني عيد كلمه وجا سيد الصون كا إنه قصوا صعدا إن شاء الله وصبت دامة جمعها إلهي عاف ما ذهن وجر سيد بنتهم به وحي النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل بني آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به عمل كبني آدم كوسقى إسكاله بيبقى على سقى يا إسكاله
soonka mooyaane anaa leh isagaa isu nisbeeyey ee nisbatu karaam ilaahay baa isku karaameeyey oo karaameeyey soonka soonka anaa iska leh anaana mar anaana qofka bini-aadanka yani abaalmarin ka siinaya ayuu ilaahay subxaana wa tacaala xadiidka qudsiga uu ku sheegay. qaacidada ugu dambaysa waxa weeyaan in ilaahay subxaana wa tacaala dadka intuu doorto sayi-aadkoodii xasanaad uu u bedelayo, dadka intuu ilaahay subxaana wa tacaala doorto ayuu ilaahay jalla wacala sayi-aadkoodii xumaantii ay sameeyeen dunuubtii ay galeen xasanaad buu ilaahay ugu bedelaya. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حديث صحيح ها حديث صحيح مسلم كسرنا من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وحي النبي صلوات الله وسلامه عليه إني لا أعلم وحن أقهبوا إليه qofka ahlu janna ugu dambeeya gelitaankeeda iyo qofka ugu dambeeya ahlu naari naarina kaska soo baxa waa nin yimaada maalinta qiyaamaha oo bankaasa waxaa la odhanayaa acmaashiisii sagaa'irta ahayd ee yaryarayd u soo bandhiga. markaasaa sagaa'irtiisii oo dhan baa la odhanaya maalinta halkaasaad samaysay, maalinta halkanaad qabatay, maalinta talaad samaysay. dabeetana wuxuu odhanayaa nacam, mid walba haa buu leeyahay, ma ankiri karayo, mid walba wuu ogolaanayaa acmaashiisa in loo soo bandhigo. waxaa la yaabay buu yidhi, dabeetna wuxuu odhanayaa uu la yaaban yahay kuwii yaryaraa un baa loo soo dhigay, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u qariyey uu ku asturay kuwii waaweynaa ee fadaaixda ahaa ee kabaa'irta ahaa. dabeetna wuu la yaabaya arrintaa, waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay sayi-a walbood samaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala xasanaadkaas uu kuugu bedelayaa. xataa nebigu wuxuu ku qoslay la yaabka oo qofka bini-aadankii uu la yaabay yacni acmaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii yaryaraana soo bandhigay kuwii waaweynaana rabbi subxaanahu wa tacaala uu qofka dembigiisa uu dhaafay. walaalayaal, acmaasha qofka bini-aadanka waxa weeye waa wax lasoo dhigayo oo lasoo bandhigayo. xadiidkii cadi ibni xaatim fi saxiixayn bukhaari iyo muslim, xadiidkaas wuxuu sheegayaa wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam, qof waloo idinka idin ka mida maalinta qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu la hadlayaa bilaa turjumaan, bilaa turjumaan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba kula hadlayaa. fayanduru aymana minh, qofkii midigtii buu eegayaa, wixii uu shaqaystay ayuu ee u qadintay uu sii hor qadimay ayuu midigta arkayaa, haddana bidixduu eegayaa, dabeetana wuxuu arkayaa wixii uu shaqaystay kadib hortiisa u eegayaa. falaa yaraa ila annaara walciyaadu billaah, naarta ayuu arkayaa hortiisa, naarta jahannama ayuu arkayaa. dabeetana nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh, fataquu annaara walow bishaqi tamra, bimacnaa sadaqaysta. xadiidkani waa xadiisyada ugu waaweyn ee sadaqada iyo filigeeda inu caddaynaya, yacni sadaqaysta buu yidhi haddaad wax kala weydaan jeex timiran allaha ka yeele sadaqaysta. halkaasi waxaa ka cad in sadaqadu arrint muhiima aad iyo aad ay u tahay, in xitaa waxaa ugu yar allaha ka yeelaanu qofku la bakhaylaanu isolanin waxba ma tarayso. marka la isku daraa wuxuu waxay noqdaan in qofka bini-aadanka hadduu wax kale xitaa waayo jeex timira waa waxa ugu yar in qofka bini-aadankii uu ku sadaqaysto uu ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii uu bixiyo. qofka bini-aadankaas su-aalo badan baa la weydiinayaa. marka loo yeedhayo fulaan ibnu fulaan baa la leeyahay magaciisa loogu yeedhayaa, uu soo dhaqaaqaya isagoo naxsan oo argagaxsaaran yahay, qofkaasi wuxuu soo dhaaf sufuuftii malaa'igtii iyo sufuuftii jinkii uu soo dhaafayaa iyo sufuuftii bini-aadanka intaba uu soo dhaafayaa dhulkii maxsharka ee aynu sheegnay, si ilaahay subxaanahu wa tacaala ula hadlo saxiifadiisa lafarta looga saaro. arrintaasi de waa arrin aad iyo aad u naxdin badan oo waynu dareemi karnaa walaalayaal. qof maqsininta dhakhtarkiisu u yeedho yidhahdo maqsinkaa gal buu ka naxaa, mise waaba qof intaas oo dada hurtood saxiifadiisi iyo xisaabtiisi iyo hawshiisi oo dhan lasoo bandhigayo, arrin aad iyo aad xaqiiqatan u culus weeyaan. waxaa la akhriyayaa sayi-aadkii qofka ee kitaabka laga arkay, dabeetna ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dadkii ugu talagalay sacaadada iyo liibaanta. marka la akhriyo sayi-aadkii iyo xumaantii iyo wixii, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dembigaaga waan dhaafay,
qofkii baa farxaya, wajigiisii baa naxariis iyo farxad ee gelaysa. Hawshaa marka la dhammaystiro ayaa waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy, kitaabkaaga gacantaada midig ku qabso, u tag dadkii isku gruubka ahaydeen, ay isku tawxiidka ahaydeen, dabeetana usoo sheeg inaad adiguna aad badbaaday, iyagana ilaahay subxaanahu watacaala uu badbaadiyey. Sidaasaa dabeetana isagoo ordayo faraxsan boqoladii uu imanayaa, markaasaa ay uu leeyahay may garanaysaan, markaasay odhanayaan dee waxba kaa garan mayne, laakiin karaamadii ilaahay baanu aragnaa inay wejigaagii qarisay oo waad barakaysan tahay. Fayaquul, wuxuu leeyahay ana fulaan ibnu fulaan, hebel ina hebela baan ahay, kitaabkayga eega, midigtaa la igu dhiibay, eega buu leeyahay, kitaabkii midigtaa la igu dhiibay, wataa salaadaydii, wakaa soonkaygii, wataa zakadaydii, wataa sadaqadaydii, waa kaa xajkaygii, salaatuleylkaygii waa kan, salaatuduxadii waa tan. Yacni wixii xasanaat ee uu ku mutaystay ayuu tirinayaa, oo saaxiibadii waa kaa fafadhiyay uu sheegayaa. Dabeetana iyo amr bilmacruuf iyo nahyi cani munkarkii alla imanayay, taasina waa misdaaqii ilaahay subxaanahu watacaala uu kitaabkiisa ku sheegay. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سورة الحاقة كتير تاهي ذا هاسي وحي عضينا يان قفك بني آذن كاه حساب تيسا إن كتاب كيسا كعان تيسا ميدق لو قد يبيو نورال ولاكسن وقليو شنا سرّيسا وقليو مريحي ذو دويهين وقليو للي هاي عنو عب وحويان هنيئا يعني وحويا وحويا raaxadii in ay jannada ay heleen waxaa sabab looga dhigay wixii aa shaqaysateen, camalkii aa la timaadeen markii adduunyada la joogo. Adduunyadu marka halkaa waxaa ka cad aayadda waxaynu ka faa'iidaynaa, adduunyadu walaalayaal waa beer, waa beer aakhirada loo sii beeranayo. Xilligaa aakhiro ayaa qofka bini'aadamka midhihii uu guranaya, laakiin adduunyadii waa camal bilaa xisaaba, aakhirana waa xisaab bilaa camal ah. Beertaa inaynu ka faa'iidaysanno oo ilaahay caafimaad buu ku siiyey, ilaahay subxaanahu watacaala cimri buu ku siiyey, nicam fara badan ayuu ilaahay jalla wacala ina siiyey. Wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha, nimcooyinka ilaahay subxaanahu watacaala haddaynu tirinno yacni wax weeyaan ma koobi karayno. Marka inaad ilaahay u mahad celisid oo taa dambe usii shaqaysatid, taa dambe inaad usii shaqaysatid weeyaan. Laakiin qofku muxuu tii dambe uga baqanayaa? Tan uu ka guuray uu shaqaysanayaa, uu jagooyinkii hagaajisaysanayaa, uu guryihii ka dhisanayaa, uu lacagtii ka waruurinaya, waxa weeyaan taana uma sii shaqaysanaya. Tanu wixii xoolihiisii iyo noloshiisii oo dhan tanuu geliyey, waanu ka tegayaa. Tii kale ayaa sugaysa oonad u doono waxba aanu dhiganin. Ta u baahan in wax la dhigtaana waa taa dambe, tan maaha. Walaakhiratu khayrun waabqa, ta baaqiga ah ee lagu waaraya, eena dhimasha jirin, eena daal jirin walaalayaal, waa taa aakhiro. Markaa qofka caaqilkii waa qofka taa u shaqaysta. dadku waxay adduunyada ku caqli badanyihiin, kolba siday ay u kala caqli yacni toosan yihiin ama u kala caqli wanaagsan yihiin, yacni siday aakhiro ugu kala fakir badan yihiin. Nabigu wuxuu yihi sal allahu calayhi wasalam, alkayisu man daana nafsahu wa camila lima bacda almowt, qofka wanaagsan ee maskaxdii caqliga fiicani ee dakigii waxa weeyaan qof naftiisa ku qasba khayrka oo u shaqaysta geeri kadib. qofka caajiskiina wuxuu yidhi man atbaca nafsahu hawaaha watamanaa cala allahi alamaani, qof hawaada ahwaaga iyo shahawaadka iyo waxa iyo durbaanka adduunka iska daba socdaa, ilaahayna yidhahdaa ina allaha kafuurun raxiim, ilaahay dembigeega wuu idhaafiyo. Horaa ilaahay u sheegay oo xadiisku sheegay qofka laa ilaaha illa allah inaanu naarta gelayno, qof man qaala laa ilaha illa allah dakhala aljanna. Yani wax weeyaan intaasan u akhriyayaa, laakiin sharxii iyo laynanka iyo wixii looga jeeday ayaanu qofka binaadamka hadduu doonaanu aqoon ba ulahayn. Marka aakhiro walaalayaal waa beer, adduunya waa beer aynu aakhiro usii beeranayno. Qofkii doonaya inuu aakhiro meel fiican galo, qofkii doonaya aakhiro inuu ku raaxaysto, tan kulliba uu kasii socdaaye waxa weyaan inuu shaqaysto, in camalka saalixa uu qofka binaadamka shaqaysto. Yacni malagal midigta ku qorayaa inuanu shaqada joojin, ka bidix waranayaan waxba loo diranin, uu dembigiisa aada iyo aada iyo aada u yaraya tukari karayo. Waayo tani waa tii aan lagu waarayo laga sii socday, taasina waa tii dambe
ee lagu waarayay ee yani noloshii sarmadiga ahayd ee abadiga ahayd weeyaan. ninkii wanaagsanaa loo bushaareeyey waa tii u bushaareeyey qolooyinkii, kii kale ee ahlunaarta ahaa isagana camalkiisii iyo fadeexadiisii marka lasoo bandhigo xisaabtiisa gacantiisa bidix baa loo dhiibayaa, isagoo wejigiisa mugdi iyo muruuga ay saaran tahay ayaa laleeyahay qolooyinkii ay isku gruubka ahaydeen u tag oo waxaad u sheegtaa inaad adna dee xisaabtaadii bidix ku qaadatay jahanamana kusii socotid iyaguna sidaasi leegina meel xun ku socdaan. nasal allah salaamata wacaafiya. kadib iyagii buu imanayaa, may garanaysaa buu ku odhanayaa, waxay leeyihiin dee wejigaaga shar iyo dhibaata ka muuqatee, waad nin kululoo ololaya baad u eg tahay ku baad ahaydo hebel baan ahay buu yidhi. camalkaygii meel xun buu maray, kitaabkii bidixdaa laygu dhiibay, dhabarka iyo kitaabkayga bidix baa laygu dhiibay. waxa weeyaan qolooyinkii markaa wuxuu leeyahay halkaasaan kusii socdaa isagoo qaylinaya, halkaasaan kusii socdaa. dabeetna waa kii ilahi subxana wa tacala waa man uuta kitaabahu bishimaalih, waa kii ilahi subxaana wa tacala sheegay fayaquul yaa laytani lam uuta kitaabiya, ilahay yani ficnaan lahayd inaan kitaabka farta layga saarin. yaa laytaha kaanat alqaadiya walam adri maa xisaabiya, yaa laytaha kaanat alqaadiya maa aghna canii maaliya, calaacal buu mars ayuu bilaabaya, oo uu ka xun yahay, uu ka murugaysan yahay in dhibaatadaas ay ku dhacday. nasiib muslimiintu walaalayaal waxay nasiib ku leeyihiin wax wal oo aakhiro dhacaya waa laynoo wada sheegay, ama muxaadarooyin kale ha noqoto, ama waxa kutubta ku jirta ha noqoto, waynu sii ognahay haddaynu dad islaama nahay maalinta aakhirada yacni rukun arkaanta ka mida buu ka mid yahay, waynu rumaysannay, waad rumaysan tahay. haddana tafaasiishii hoose siday u dhan tahay waa laynoo wada sheegay, hadday xawdkii tahay, hadday jannadii tahay, hadday qabrigii ay tahay, hadday ay naartii tahay, hadii ay xisaabtii tahay, hadii ay yacni kullu shay waa laynoo sheegay. marka ma qofkiio intaasoo dhan loo sheegay walaalayaal, maxaa u harsan soomaha un camalkii inuu qofka baniaadamkii dhexda xidho uu camalka saalic adduunyadiisa isagoo iska wata, cidina ma laha qofku masaajidka soo dhex galo yaanu ka bixin qofina saa male, adigoo adduunyadaada iska jooga oo hawshaada iyo noloshaada wata ayaad haddana cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala iyo daacaadkiisa aad ka soo baxaysaa. welibaan waxaan idinku bushaaraynayaa dadka dabadda jooga marka loo eego dadka waddanka jooga inta badan, anigu waxaan aaminsanahay kuwa dadka dabadda jooga iimaan badan, halkaa cibaadadu waxay noqotay rutiin, in salaadii la wada tago duhur, in salaadii casar la wada tago, in salaad walba la wada joogo, in xalqada waxa weeyaan xaggaa waxaad moodaa xoogee iska rutiin bay tahay. laakiin dadka halkan jooga oo iyadoo tobanka habeennimo la afurayo soomaya ee caruurihii mancaamadaha geynaya ee iyagii xalqada imanaya oo wax baranaya oo salaadihii masaajidada intii karkarayaan ku dadaalaya boqolkiiba boqol, waxaan anugu sidaan anugu aaminsanahay maan arkay waxaa aada uga dadaal badan dadka waddankii ku sugan dadka dabadda jooga. dadka dabadda jooga yacni waa in dee cibaadadii ilaahay iyo khayrkii u dhaqaaqday iyo in meelaha kale shaydaanku duufsaday kuwaan allah soo hadeeyo, laakiin inta khayrka ku jirta waa in alxamdulillah waddan fiican bay haysaa. ha ka daalina dadkaa waddanka jooga, waxaad in badan oo badan oo badan baa ka iimaan badan tihiin oo ka taqwo badan tihiin oo ka cibaado badan tihiin. xitaa environmentka ay ku jirtaan baa idin caawinay, environmentkii lagu jiray ayaan xitaa idin caawinay, oo hadday raggii tahay qadul basarkii xijaabkii oo adag ciriiris oo kale waxyaala fara badan baa jira oon xaggaa ka jirin, haddana maca daalika dadaalku aada buu u fara badanyahay. waxaa laga soo wariyey imaam axmed xadiidka iyo tirmidi sanad saxiixa cumar bnkhataab radi allahu tacala canhu inuu yidhi ayuha annaas, wuxuu yidhi dadow xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu, naftiina la xisaabtama buu yidhi cumar intaan laydinla xisaabtamin, adduunyada ku xisaabtama oo habeenkii iyo maalintiiba isweydii maxaan kama sameeyey, maxaan cibaadadan ma qabtay, salaadeedu ma adagtay, sunnihii ma ku daray, witrigii ma tukaday, duxihii duhurka intaan ka hor ma tukaday, salaadeedu siday tahay, isniintii khamiista ma soomi karaya, ma caafimaad qabaa, ma soomay, isniintii hore way dhaaftay, maxaan u soomi waayay, khamiista aan soomo. naftu waa inay noqotaa naf xisaabtamaysa, sida adduunka lacagta iyo akaunkaadu eegaysid kolba inta kusoo dhacday inta kaa baxday dadka businesska ku jira garanaye, labada ta aakhiro inaad u fakartid weeyaan, ood mar walba cibaadadaadu up to date ay noqoto, ood cibaadadaada aad nashaato iyo buus gelisid, markaad waqti heshid, aad dhaqaale heshid, cimro u yar cararto, xajka haddaanad weli xajin inaad tagto, haddaad ilaahay xoolo ku siiyeyna markay fursadda kuu saamaxdaba xajka inaad sanadkiiba mar tagto, yacni cibaadaadkaagu inay noqdaan up to date, ood cibaadada isku daba xigta
ood mid walba ilaalinaysid oo tii ضعفي كعك دعابة أدمر كيف كسر كبني سيد أو سلعة الليل كيا تكلي سيد أو يعني وين هاد نقطة قف أدوية ذي نوطة آخرها نوسي كذا قول كعك وآخرها النقطة أدوية ذي نكتين إذا ما لها مساكين هلا قالوا عبادة ذا يهون هلا وضو عبادة ذا أنا وضو أدوية ذا ذي معاملات كعك أنا وضو سيدا صم قف قبل هذه كأدوية آخرها وكبت بادية عمر ما كعو حوي نقول دردار ماي إذا من فتير الحساب تنو أنت علينا الحساب تمن وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن غلا دردارمي إن نفتينا إن أعماشنا ميسانه أنت هل إنه ميسامن إلا ميزان كيف أشره ميزان كي آخره صلاديك ما يحسابتي من ما يسو أنت الكاسي أيدعن أنا أخرب اللي يسلتكن إن إنه أدوية ذيكم ميسانه وذوقاتد عمل كاسي عمل معقولة مية هاي عمل الله سبحانه وتعالى شنك قرر شين يسيد ما تكهلك قيل يسيد مية هاي أدوها يهي وضيسا الكاسات كسي وضيسا adduun maye yahay sidana misanahay aniga dad badan oo kan fadhiyaynaa inaannu sidaan nahayna waxa waajib igu ah ku aqwa in maaragtay la dadaalo in la xisaabtamo oo la isku dayo in laga toobad keeno oo amal saaliha oo walaagsan ilaahay subhanahu wa ta'ala akti la yibaado ويمكن يكون بس صوت بلوده ويا إن شاء الله شلون تدق هذا قدام بيان إن شاء الله كسوق بقبيني يا حساب تمارة قيامه ولا لا يلا بنوع ويان ولا بنوع حساب عرض يا حساب مناقشة وضد كمؤمنين تأ إلهي سبحانه وتعالى وخير للربو حساب توذ وحويان حساب لضل مريئون إلهي فلقيه ولا ضل مريا وحبال لقوا بالسود والتاجيو وحبقوا في كل قوم روتشين ما يلقوا معه كينيو سيدا صار ترى حساب تيسك عن تمديك لو قدي بيا حساب تضم به تهروا عرضي صوبن دقد حساب تضم به وحلا هذا حساب مناقشة ومد ليس وري سريو وعكت عكت ليس صاريو تاسر وحساب تقال هذا هي منافقين تا هي عصادة وحلا دعك ليسين وقت جيدو وديرادو من وقت جيدو وديرادو طب ترى الله سبحانه وتعالى ولا حساب تمو marka xisaabta yasiir ka fududi wax weyn xisaabta qofka bilaa ka ardiga sida ay rafudu loo weydiin loo weydiinayo la dhaafayo xisaabta yasiir kale wax weeyaan marka in sabani aadanka si adag loo la xisaabtamo oo arin walba laga wareysto oo maanta maxaa taa u sameeyay maxaa taa uga jeeday maanta ku sabayn maanta ku qaban taasina nabiga nuxu cali salaatu wasalaam man nuqash xisaaba udhib qofki xisaabta la weydiyo oo la istul taago waa la cadaabaya wala halaagaya wal iyaadu billah إلهي سبحانه وتعالى نباتب الله إنك بدباديو أول من يحق أمدها أمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقوه الرئيسة أمد الحساب تميو وحوقوه ريقوفك بنا ذكال أقل حساب تميو أنا هو الصلاة صلاة وديها قاكتو عمل كنتي سبذن وحور دوانين وقاكو صلاة ودي حماتنا عمل كنتي سكالنا دوا مهقاقية وفسادية وحوقوه ريق قضاءها اللي سويدين أيانا وحقوق ذا يديقة أيادتك بني آذنك أي تهي اللي سويديو سيدة النبي قبل شهيق عليه الصلاة والسلام وحن كسو قبل قبيني قفك مسلم كا مركا يارنتو موضوع حسابته والنغضو محا واجب كوها صدي حفر الرموت با واجب كوها وان دول مريام وان دول استاق وان دول استاق وان دول مريام توقوه الرئيسة حاسب نفسك قفك من نفتي سلاح حسابتمو انت انا لا حسابتم من حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وسيدي عمر الخطاب نو شهيقي ارنت اللبات التحلل من الحقوق ان حقوق دي تدكو كل ليه نورنا تسك ديبتو وحي وحلقا قل ليه هاي ديب أداد عيد ملك عيدي دمداف ويديسو أداد قف حماتي دمداف ويديسو أداد ويديسن كرين صدقه وبحي إلهي أبري والدعاء دينك الله يسكيل عليه وقفكو انتو أدوية تشوها وليب الدمركو أرنت دينك الدمرك أرقك قبضا وحي علي ربيك قادني دكانك قشب وحي ربيك بسنة وحي ربيك قادني سهل لقري مايو لشيق مايو حدنا رقو وحويا كون دور بقفك ما هنا يا وسي شيق يا قبر قدوش يسانك يكون كلا هورانيا العك تذي سيا سومالي سومان حدا موكت كونك يلعق ما هيبل كل هاي معيد بلعق ولا قعدتوا مركب تاجية حتى وين سامحي ما شرتوا ولا كيو حقي سيدي بعتم عليه دو مركو وحيالها هاي يرير ما قران ما نش هي قام واحد دو مركا يرير قبل واجب كوا وحيالها يرير ملا لقى قاضنا إيو إن ليسوش هي قول لو جادو أدي قف كتيس النقطة مركا إن سيدك دجا لو جب حيو وهي دين كوا رن عظيمة تحلل كأيو كميتي هاي أرنت صدق هذا عمل كأجا مظالم ما ظلمي أكوف السادين تطبع من تطبع عبادة بدن إلهي كعب صنيع خير شقي صنيع وهذه دورة الدين وهذا يخ أهل الخيرة لكن محويان عمل كذا وحبر بعض الصعدة أعمال كلا 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 وخير لهين ولذلك
waxay imanayaa buu nabiga kaleey salaatu wasalaam dad la imanaya salaad iyo soon iyo zako iyo camal fara badan laakiin muxuu qofku imanayaa isagoo kan caayay oo kan aflagaadeeyey oo kan wax yeelay oo kan wax ku sameeyey dabeetna kana xasanaadkiisa looga qaadaya waa loogu shubaya xasanaadka looga qaadaya waa loogu shubaya marka xasanaadku dhammaato ayaa haddana sayi-aadkiisii buuxsanmaa ayaa laga gurayaa isagaa sayi-aadkoodii baa laga qaadayaa isagaa loogu shubaya isagaa lagu shubaya dabeetna sidaasu walciyaadu billah wuu ku halaagmaya marka qofka banaadankii camalkiisa saalixa ah acmaal xunxun iyo dulmi yaanu ku barbar wadin waa arrintaas iyadana muhiima arrinta ku xigta raqaabada ilaahay qof waynu ogaadaa camal walood shaqaysanayso camal walood ku dhaqaaqayso tallaabo walbood dhaqaajinayso ilaahay baa subxana wa tacala ku arkaya ilaahay baa raqiib ah marka inaad ilaahay subxana wa tacaala iska ilaaliso alam yaclam bi anna allaha yara ilaahay wax walba u arkaya subxaana wa tacaala wax walbana uu la socdaa ta ku xigtana waxa weeyaan xumaantii aada samaysidba xasano ka dabagee qof baad dulmiday xasano ka dabagee dembi baad gashay sadaqa bixi kaladi lowday waxa ka dabagee wax waloo xun wanaag iyo xasanaad ka dabagee maxaa yeelay ilaahay muxuu yidhi ina alxasanaat yudhibna asayi-aat xasanaadku waxay masaxaan ay baabiyaan ay tirtiraan wixii sayi-aat ay xun bini aadam baa tahay bini aadam baynu nahay khalad baynu galaynaa gaf baynu galaynaa adduunyadanba waxaa loo joogaa waa waxaa inaad khaldatid aad gaf gashid aad toobad keentid ilahay subxana wa tacala usoo noqotid intaana insha allahu tacala bini aadamku inuu ku dadaalo waxaan kaga baxayaa xisaab baana sugaysa arrima ahwaal fara badan baana sugaya qabri iyo qiyaam ayna sugaya qofku bini aadamka inuu diyaargaroobo waxa weeye waa arrin waajiba si yaro fudud bay dadka naftii uga baxaysaa sidii xadiidku sheegay albani tasxiixiyey xadiidku tirmidi nabigu caleyh salatu wasalam wuxuu sheegay yacni waxaa soo fara wuxuu sheegay mowtulfaj'a inuu badan yahay mowtulfaj'a waa geerida kadiska ah qofku isagoo dariiqa marigu gaari jeeraya qof baa isagoo jiifa wadnuhu istaagaya qof baa isagoo imika kula joogay loodhayaa kan ku dhacay aada buu geeridii kadiska ahayd ama geeridii mufaaji'ada ahayd aada bay inoogu fara badatay marka waxaad ka soo qaataa qof maruun si kadisa u dhimanaya in marka aad akawntkaagii sii buuxsato oo de adigoo qaawan allahuma labeyka waxba haynin inaanad aakhirada inaan geerida kadisku aanay kugu dhicin baan ilaahay subxana wa tacala inuu iska ilaalino ay tahay dhammaanteenba ilahay waxaan ka baraya inuu xaqiina garadsiiyo allahuma arin alxaqa xaqa warsuqna itibaaca waarin albaatila baatila warsuqna ijtinaaba allahuma wafiqna bitawfiiqik wakrinana biricaayatik waxfadna bixifdik waadkhilna aljanna allahuma balignaa ramadaana wataqabalhu mina ya rabi alcaalamiin waxaan kala iloobay hablaha shalay iyo maantaba yacni masaajidkan hawshiisa ka hayay cuntadu hagu daraatay cuntada soo kariyay jazaakum allahu khayran tandiimka iyo inamadaba inta adday ka shaqaysay hawsha iyo programka kan ilaahay subxaana wa tacala dhammaantoodba jazaakum allahu jazaan xasanan baa ilahay uga baryaynaa ilaahay ajarkooda ajar waasica allah ka dhigo ilaahay miisaanka xasanaadkooda allah u geliyo wixii ay bixiyeen iyo waxay ku sadaqaysteenna ilaahay subxaana wa tacaala halkii ka soo saaray wax ka khayr bada allah ugu bedelo awlaada allah u islaaxiyo zawjaadka iyo aswaajta allah isu islaaxiyo muraadada allah inoo wada fudaydiyo ilaahay subxaana wa tacala kuwii jannada ku kulma allah inaga yeelo wasala allahu wasalam ala nabiyina muxamed wa ala abaartana ilahay subxana wa tacala allah inaga jabiyo wasala allahu wasalam ala sayidina muxamed